اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. والله يا جماعه انا مش زعلان ولا حاجه، لكن لان الناس بعت لي بتقول لي يا اسلام انت زعلان. والله ما زعلان، مفيش زعل يا جماعه، ولكن صدقوني انا بقول لحضراتكم الحقيقه، بقول لحضراتكم الحقيقه من واقع ارض الملعب. انا شفت الكلام ده، انا اسف ان انا بقول هذه الكلمات، ولكن صدقوني مباراه الترجي القادمة واحدة من أصعب المباريات اللي هيلعبها النادي الأهلي، خصوصا تحت ضغط الجماهير اللي أنا شفته. يعني النهاردة في مباراة الزمالك أعتقد أن النادي الأهلي هتبقى الأعداد هي هي وأكتر كمان، فبالتالي ضغط الجماهير ده يمثل حاجة كبيرة جدا 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 ليك وعليك، ليك وعليك. فصدقوني يا جماعة ماتش الترجي القادم ده أنا مش عايز الناس تقعد تتكلم أن إحنا الموضوع خلص وتعادلنا هناك 0-0 وهنقدر، لا الموضوع صعب صدقوني. انا اسف انا اسف، صدقوني الموضوع صعب جدا جدا جدا. خلينا نروح لاحد نجوم النادي الاهلي وكابتن من كباتن النادي الاهلي ومدير الكره في نادي زد النجم الكبير كابتن وليد صلاح الدين. ازيك يا كابتننا؟ كابتن اسلام تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا. ألف ألف مبروك طبعا، عايزين نبارك لنادي الزمالك على فوزه بالبطولة الكونفدرالية في بداية كلامنا. آه طبعا مبروك نادي الزمالك، مبروك مجلس إدارته وجماهيره وجهازه الفني ولاعيبته، يعني فرحوا مصر كلها، وإن شاء الله عقبال النادي الأهلي بإذن الله، وإن شاء الله يبقى السوبر بين الأهلي والزمالك حاجة تبقى مشرفة جدا ونتسيد أفريقيا، وده بيصب في مصلحة منتخب مصر وفي مصلحة الكابتن حسام حسن، ويجي لنا بوركينا بقى ويجي لنا غينيا بيساو واحنا واخدين بطولتين افريقيا، وان شاء الله باذن الله يبقى ده في مصلحة منتخب مصر ان شاء الله. كابتن وليد انا هخش معاك في الموضوع، انا لسه كنت بتكلم في هذا الامر، ولكن يعني انا من الناس اللي شايف ان نتيجة 0-0 دي كأن الماتش ما اتلعبش، وبالتالي انت عندك نسبة المباراة القادمة يوم 25 الأهلي والترجي هي 50-50، رأي حضرتك إيه في هذا الأمر؟ 100% كلام مظبوط. هو في الآخر أنت بتبقى عديت بس بكذا مرحلة مهمة بصراحة في الكورة، لكن تبقى نسبة 50-50 لغاية لما الحكم يصفر وتتوج رسمي بالبطولة، لكن عدينا مرحلة مثلا الدفعة الجماهيرية، عدينا مرحلة ان انت مسافر بتلعب بره ملعبك، بتلعب يعني مش بكامل العداد بتاع جماهيرك، كل دي عوامل ان شاء الله باذن الله تكون في مصلحة النادي الاهلي. علشان كده انا بطلب من اللعيبة لازم يبقى في شراسة شديدة جدا 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 لغاية لما ربنا يكرمنا بالهدف الاول. طيب ايه اللي عجبك في الماتش امبارح وايه اللي انت شايف اللي نقدر نبني عليه للمباراه القادمه؟ اللي عجبني في مباراه امبارح حاجات كتير بصراحه. اولا شخصيه النادي الاهلي، أيوة. يعني تبقى شخصيه النادي الاهلي وانت في وسط الجماهير الشديده الحماس ولاعيبه متحمسه جدا وبتضغط ضغط عالي حتى لو بعشوائيه، لكن يبقى شخصيه النادي الاهلي مصطفى شوبير بيحطها لعبد المنعم بيحطها الرامي، في شخصيه للفريق، ما عندكش تاثر باي حاجه، بتلعب كره على الارض. دي عجبتني جدا جدا لدرجه ان فريق الترجي ناس كتير جدا جدا كانت شايفه ان هو مبسوط بالتعادل. ده هو الراجل نفسه تقريبا قال، مش ما قالش ان هو مبسوط، ولكن قال انا عارف ان انا كنت اقرب للتعادل وعارف انا هعمل ايه في القاهره. 100%. المدير الفني يعني اللي هو كاردوزو مدير فني للترجي، كاردوزو طبعا يعني. هو كان مهتم كابتن اسلام جدا بانه ما يجيش في جول، يعني هو تحس انه هدف من اهدافه انه ما يستقبلش هدف في تونس. صحيح. فدي حاجه بتبين قوه النادي الاهلي، بتبين قوه شخصيه النادي الاهلي. احنا المفروض ان احنا نستغل الكلام ده هنا تحديدا في اول نص ساعه، يكون في ضغط عالي جدا، يكون في طبعا مؤازره جماهيريه، ملعبك حقيقي. جماهيرك حته الضغط دي تبقى عالي جدا وتفضل شغال برتم عالي لغايه لما ربنا يكرمك بالهدف الاول، بعد كده تقدر تغير في الريتم بقى، تنزل بالريتم تعمل استحواذ، يعني يبقى متقسمه المباراه على كذا جزء. كابتن وليد امبارح شفت في تحليل البعض بعد المباراه، يعني البعض كان بيتكلم على ان وسط الملعب
في النادي الاهلي ما مسكش كره كتير. انا يعني انا بشوف ان وسط هذه الضغوط ووسط هذه الجماهيريه الكبيره لنادي الترجي والجمهور العظيم اللي كان موجود الحقيقه لنادي الترجي، اعتقد اللي حصل شكل جيد للنادي الاهلي زي ما حضرتك بتقول. مليون في المية، لأن أنت في الآخر برضو الناس ما بتبقاش يعني أيوة حاسة بإحساس الملعب قوي. أنت يعني في وسط الضغوط دي في فريق عنده شراسة غير عادية، هم شباب صغير متحمسين، فالضغط العالي جدا ده أنت ممكن لو أي خطأ في نص الملعب هتروح عليك بهجم خطر، فهنا لازم تبقى أنت مأمن نفسك في الباص كويس قوي. بالعكس يعني مروان اشتغل كويس قوي، اكرم توفيق اشتغل كويس قوي، امام اشتغل كويس قوي، والنادي الاهلي كان ليه استحواذ في نص الملعب. كمان لما نزل قفشه كنت اتمنى طبعا ان التغييرات تبقى بدري شويه، يعني تحديدا تغييره قفشه ورضا سليم كانت هتدينا برضو قوه في نص الملعب، لكن الولاد كلهم اشتغلوا بشكل كويس جدا وبانت شخصيه النادي الاهلي. الوضع هنا هيبقى مختلف تماما. هنا هيبان شراسه النادي الاهلي كويس قوي في الناحيه الهجوميه. يعني الناس ما تحطش مباراه الذهاب كمقياس لمباراه العوده. لا، شكلنا هيبقى اقوى بكتير وهنروح لجمهور. ايه الفرق يا كابتن وليد؟ معلش. هم اللعيبه، يعني بغض النظر مش قصدي التشكيل، ولكن حتى لو التشكيل هو او لو اختلف شويه، في النهايه هي طريقه لعب النادي الاهلي. مليون في المية، بس انت في ملعبك وسط جمهورك لازم الفريق الاخر او فريق الترجي او اي فريق في افريقيا بيلعب النادي الاهلي، حتى صن داونز اللي هو يعني من اقوى فرق افريقيا واللي واخد السوبر الافريقي، لما بيجي لك في ملعبك في استاد الرعب لازم بينزل نص ملعبه وبينزل ثلث ملعب كمان لقوه النادي الاهلي. فهنا انت هيبقى عندك جيم دفاعي من الترجي، هتقدر حسين الشحات بيرستاو وسام او كهربا او اللي هيكون موجود، امام عاشور ليه دور مهم جدا سواء في التصويب او في الاختراق. يعني انا بقول لك اسلام ان شاء الله باذن الله حتى احنا هنشوفها مع بعض، هيبقى فيه دراسه قويه جدا في ملعب استاد القاهره ان شاء الله.